بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النمل، تدعونا إلى ذكر الله. في هذه الصورة نرى النملة تقوم بسحب قطرات من المادة السكرية التي تفرزها حشرات المن. هذه النملة تفرز مادة لاصقة تجعل من حشرات المن تلتصق بورق النبات، فلا تقدر على الخروج خارج الدائرة التي تحددها لها النملة، فتقوم بإفراز المواد السكرية اللذيذة التي يحبها النمل. ولكن هذه المواد تبقى وتتجمع في نفس المكان حتى تأتي نملة فتمتص هذه الحلوى اللذيذة، وتشكر الله تعالى على أن سخر لها هذا الأسلوب وعلمها هذه التقنية في جمع الحلويات التي تحبها. فهل تعتقدون معي بأن النملة أذكى مما نتصور؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود آية 6، والله أعلم.